سلوك بكين في بحر الصين الجنوبي محور زيارة نائب رئيس الولايات المتحدة كاميلا هيرس إلى جنوبي شرق آسيا. في يومها الثاني في سنغافورة نددت هيرس بما وصفته بالعدائية الصينية في جزر بحر الصين الجنوبي، متهمة بكين بخرق القانون الدولي. تشمل رؤيتنا حرية الملاحة، وهو أمر حيوي لنا جميعا ويعتمد كمصدر رزق لملايين الأشخاص على مستوى التجارة التي تتدفق عبر هذه الممرات البحرية كل يوم. ونحن على دراية بممارسة بكين للإكراه والترهيب والمطالبة بالغالبية العظمى من بحر الصين الجنوبي. الصين من جانبها نددت بتصريحات نائب الرئيس داعية دول الجوار إلى استخلاص العبر من المشهد الأمريكي في أفغانستان وعدم الاستناد إلى التعهدات المنبثقة من البيت الأبيض، وسلطت الضوء بكين على سيرورة تعامل الإدارات الأمريكية مع جنوب شرق آسيا على مستويات عدة، مشددة من جانب آخر على مشروعها الجغرافي الاقتصادي في المنطقة. يمكن للولايات المتحدة تشويه سمعة البلدان الأخرى وقمعها وإكراهها والتنمر عليها دون أن تضطر إلى دفع أي ثمن. تحاول الولايات المتحدة دائما استخدام القواعد والنظام كعمل دفاعي عن الأنانية والترهيب التي تمارسه، ولكن الآن كم من الناس سيصدقون ذلك؟ ولطالما اتبعت الإدارات الديمقراطية الأمريكية استراتيجية التواجد الجغرافي بجانب الصين في المنطقة من ناحية، وتطويق مشاريع التنمية الاقتصادية من ناحية أخرى. وتتجه هيرس إلى الفيتنام بعد أن أرجئت الرحلة 3 ساعات عقب حادث صحي غامض بحسب بيان السفارة الأمريكية. والوقوف حول هذا الموضوع ينضم إلي من بكين الصحفي والإعلامي نادر رونغ هوان. مرحبا بك سيد نادر. بداية يعني جولة كاملا هيرس في منطقة يعني جنوب شرق آسيا يعني تأتي كما يقال بحسب مراقبين لتعزيز هيمنة الولايات المتحدة في المنطقة على حساب الصين. نعم، هذه الزيارة نعتبرها كزيارة على خلفية انسحاب الأمريكي وفشلها في أفغانستان، ولكنها تريد طمأنة الحلفاء في المنطقة بأن ولكن الخارجية الأمريكية تقول سيد أن هذه الزيارة كانت يعني مخططة من قبل الانسحاب أو من قبل الأحداث حتى في أفغانستان. ولكن يعني هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز يعني ثقة الحلفاء في هذه المنطقة بأن الولايات المتحدة ستكون موجودة في هذه المنطقة. نعتبر الإشارة بهذا المعنى. نعم، كاملا هيرس تردد يعني ما يقال دائما في الإدارة الأمريكية بأن الصين يعني تمارس عدائية أو طرق أو أساليب عدائية في منطقة بحر الصين الجنوبي، وهي منطقة متنازع عليها. كيف ترد على هذه التصريحات؟ كيف تقرأها؟ قضية البحر الصين الجنوبي، موقف الصين بأن هذه الجزر يعني حسب التاريخ والحقائق يعني كان تابع للصين منذ القدم في التاريخ، وحتى الصين لم تتدخل كما يعني لم تعوق كما تقول الولايات المتحدة الحرية الملاحة في هذه المنطقة، ولكن تتمسك الصين بأن هذا السيادة هذه الجزر للصين، ولكن رغم يمكن ترك الخلافات والقيام بالتطوير والتنمية المشتركة يعني التعاون في يعني تنمية لهذه المعاد الأخرى في هذه الجزر، ولكن سيادتها يعني للصين، وهذا هو موقف الصين دائما تجاه قضية بحر الصين الجنوبي. ولكن الاتهامات الأمريكية يعني ليس لها يعني أساس من الصحة، لأن الصين لم تقم بالتدخل أو لم تقم بتعويق الحرية البحرية الملاحة البحرية في هذه المنطقة.
نعم. وكيف يعني هذه الاتهامات المتبادلة دائما بين واشنطن وبكين من الممكن أن تؤثر على مستقبل العلاقات؟ نعلم أن العلاقات كانت متدهورة جدا في فترة إدارة الرئيس دونالد ترامب. بايدن أيضا يعني ما زال التوتر قائم. هل من الممكن أن يكون هناك أي تصعيد في هذه يعني الاتهامات المتبادلة بين بكين وواشنطن؟ من هنا من موقف الصين، يعني الصين لا تريد المواجهة والمجابهة مع الولايات المتحدة، والصين تسعى إلى إقامة تدوير العلاقات الصينية الأمريكية القائم على عدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون والفوز المشترك. وهذا هو موقف الصين تجاه العلاقات الصينية الأمريكية، وتسعى الصين كذلك إلى يعني نبذ الخلافات وإيجاد نقاط التعاون المشتركة مع الولايات المتحدة. يعني تظل الصين تظن الصين دائما أن النقاط التعاون ومصالح المشتركة بين البلدين يعني أكثر بالكثير من الخلافات بينهما هما. ولكن عزيمة الصين كذلك للدفاع عن سيادتها ومصالحها التنموية يعني لن تتزعزع. نعم. السيد نادر رونغ هوان الصحفي والإعلامي، كنت معي من بكين، شكرا لك على هذه المداخلة.